كشيد على تبان. اول مرحله شيل احمد تبيضه تغير، ننزله بنفوحه قبل ما يفوح الماي يطبخ. خلاص حرام، شوف اللحمه صارت بيضه. بنزل الماي الحين وبحط ماي ثاني وبنبهر. هاي التونه، هذه التونه الاصليه، هالعمان وهالامارات طيح فيها طيحه، وانتم هني غافلين عنها. طعمها احسن من القشيد نسويه احنا. ننزل الماي الحين مره ثانيه ونحط تركه، خليه تفوح بعد شوي. نعم، عقب بننظف على طريقه القشيد. تصير هي حاره بنشيل العظام، نفس شلون نسوي النعوض نفس الطريقه. نشيل العظام بس خل تبرد شوي. نشيل العظام ما طبخناها مو بمطبوخه. ريحه التونه بالضبط نفس المعلبات، نفس الريحه بالضبط. تغيير في الماء خليه يذوب. شو العظم هاي بنشيله، خل تبرد وننظف. حمسنا البصل، بننزل الثوم الحين. بتطلع على الثوم ننزل بالطريقه اللي كنا نمرر. نثبته كل ما تثبت كل ما كان احسن. مرحله اللومي الاسود ننزل. عندي سبق قلت لكم هذه ميجا مات حق اي طبخه سي فود لذيذه، طعمها كل البهار فيها. بنحط شوي يطلع نفس طعم نكهة الطعم التايلندي. بس شيء خفيف. حتى ماي بزيد بعد شوي مثل ما تشايفين خفيف، وبسكر عليه بخليه يطبخ 10 دقائق بس. خلصت طبختنا، ريحة ما لها حل، ريحة عجيبة بين التونة والقشيد. حطينا الدهنة، الدهنة القطرية هذه قشيدنا، هاي الفلفل وريحة اللومي الأسود. حياكم. بهذه الطريقة هاي قشيدنا على التبان.